بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة جميعا ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي نمرر البيانات بتاعتنا للفيو، بعدين نستعمل البيانات دي جوه الفيو. محتاج منكم شوية تركيز عشان في معلومات ادفانسد وجميلة جدا هتعجبكم بإذن الله. خلينا نتكلم عن الفيو ميثود بتاعتنا. الفيو ميثود بتاعتنا بتقبل منك 3 arguments. اول argument بتقبله منك ال URI. URI اختصار Uniform Resource Identifier، اللي هو اسم اللينك اللي الشخص بيكتبه، اسم الصفحة اللي الشخص عايز يزورها، اللي هو مثلا contact-me. لما الشخص بيكتب اسم الصفحة دي بيرجع له view مناسب للصفحة. يبقى الحاجة التانية عندنا هو الفيو. ممكن نقول view name او view، مفيش مشكلة. يبقى اول حاجة ال URI اللينك اللي الشخص بيكتبه بيرجع له view معين، وتالت حاجة عندنا array of data. array فيها بيانات تقدر تمررها للفيو، تستخدم البيانات دي جوه الفيو، ودي الحاجة اللي احنا هنجربها دلوقتي. بس قبل ما نجربها، في واحد من الناس القديمة بيقول انا مصدقك، وواحد من الناس الجديدة بيقول انا مش مصدقك ان الفيو دي بتقبل ثلاث حاجات. هقول له عينيا ليك. هنفتح كده صفحة اسمها router.php. مكانها فين يا ترى؟ مكانها في الفيندور لارافيل فريمورك. ادي المسار بتاعك والراوتنج اهو. هتلاقي عندك ميثود اسمها view بتقبل منك ثلاث حاجات، ال URI والview والديتا اللي هي array فاضية زي ما انت شايف. حلو جدا، يبقى انا كده صدقتك، وتعالى بقى عشان نجرب الكلام ده. تمام جدا، ادي الاري اوف داتا بتاعتنا. الاري اوف داتا بيكون فيها كي وفاليو، الكي اللي انت بتكتبها والقيمه اللي بتطلع بتاعتها في الفيو للشخص. حلو جدا، خلينا نعمل حاجه من الحاجات الحقيقيه اللي بنستعملها فعلا في الصفحات، اللي هو مثلا بيج نيم. البيج نيم بتاعتنا هيكون اسمها كونتاكت مي بيج مثلا. ممكن بعد كده نحط مثلا بيج ديسكريبشن على سبيل المثال، وبعدين نكتب اي كلام فاضي اللي هو مثلا this is description، وخلاص على كده. حلو جدا الكلام ده، وظريف وجميل ومفيهوش مشكلة خالص. ازاي بقى نبدأ نستخدم الكلام ده؟ زي ما قلنا في الدرس بتاع التمبلت انجن، عشان تطبع اي حاجة في الدنيا عشان تطبع variable بنطبعه بالشكل ده، double curly braces. هنا بتروح حاطط فيها الفاريبل بتاعك بالشكل ده. ده البيج نيم. لو عايز تطبع الديسكريبشن بتاع الصفحه، خلينا مثلا نقول له هنا h1 ونحط فيها البيج نيم، وبعدين باراجراف هنا ونحط فيه البيج ديسكريبشن. خلينا اقول لك ان الطريقه دي اللي انت هتتبعها دي، اللي هي طريقه الدبل كيرلي بريسز، هتستعملها لما تيجي تشتغل بلارافيل وبفيو جي اس، باي تمبلت انجن في البايثون هتستعملها كده، لما تيجي تتعامل بالرياكت، اي حاجه في الدنيا بتتعامل بنظام التمبلت انجن هتلاقي نفسك بتعمل الحاجه بالشكل ده. يعني الموضوع هيكون ظريف جدا لو فهمته وتعلمته صح، وهينفعك في اكتر من حاجه مش بس في اللارافيل. حلو جدا، تعالوا مع بعض نسيف ونشوف ايه اللي حصل، ونبص بصة هنا. ادي الصفحة بتاعتنا contact me page في التايتل، وهنا h1 وهنا الباراجراف. حلو قوي قوي الكلام ده. تعالوا نشوف الكومبايلد فيو هنا طلع لنا ايه. ادي الكومبايلد فيو طلع لنا البيج نيم والديسكريبشن، وقبلهم ميثود اسمها اي. يا ترى بتعمل ايه ميثود الاي دي؟ تعالوا مع بعض كده نبحث عن مثلا سبورت سلاش، عندنا ملف اسمه هيلبرز جوه السبورت اهو، عشان توصلوا في الفيندور لارافيل فريم ورك سبورت جوه ملف اسمه هيلبرز دوت بي اتش بي. جوه الملف ده هتلاقي في السطر 244 الميثود الظريفه بتاعتنا اهي. بتعمل ايه الميثود دي؟ بتعمل انكود للسبيشال كاركتر الموجوده في السترينج. مين السبيشال كاركتر دي؟ الاكبر من الاصغر من العلامات دي كلها، بتعمل لها انكود وترجع لك الانتيتي بتاعتها. الله، طب ليه يعمل لها الكلام ده؟ علشان خاطر المشاكل الامنيه، وعشان خاطر الثغرات، عشان خاطر مفيش واحد يبعت لك سكريبت بيعمل ريدايركت مثلا او حاجه. بتستخدم ايه الميثود دي؟ لو نزلت تحت شويه هتلاقيه HTML special chars، او اللي هي الفانكشن اللي اسمها HTML special characters، اللي هي بتعمل انكود للسبيشال كاركترز. حلو قوي قوي الكلام ده. طب هل انا ممكن بنفسي اروح طابع الحاجه دي بالبي اتش بي عادي كده، واروح عامل مثلا الميثود دي؟ اه ممكن، ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. بس انت عندك الدبل كيرلي بريسز اصلا بتعمل الكلام ده، مفيش داعي. بس مش مشكله، انا بسالك بس هل ينفع ولا لا؟ اقول لك اه ينفع، مفيش مشكله. هنا طبعت البيج ديسكريبشن بالبي اتش بي عادي، وهنا طبعتها بالدبل كيرلي بريسز. هتلاقي الاثنين موجودين اهو، مفيش فيهم اي مشكله، بس الفرق الوحيد في الحمايه. لو جيت بصيت هنا دلوقتي هتلاقي هنا بتستعمل الاي، هنا مش بتستعمل. انت بقى بنفسك تقدر تحط الاي لو عايز، بس قلت لك كده غلط، لان الدبل كيرلي بريسز بيعمل الكلام ده، فالموضوع منتهي. حلو قوي.
طيب نعمل بقى تجربة عشان بس نتأكد، ونروح عند البيج ديسكريبشن دي ونحط مثلا سكريبت تاج على سبيل المثال، ادي سكريبت بعدين سلاش سكريبت، ونحط جواه اللي هو البيج ديسكريبشن بشكل ده. اول حاجة هتلاقي السكريبت بتاعك طلع. لو كنت بتفتح الكورس ده من سنتين تلاتة كنت هتشوف الانتيتي موجودة في المتصفح هنا، لكن المتصفح طبعا ذكي وبقى يحولهم ويطلع لك التاج بتاعتك. هتقول لي يا عم انت عمال تألف وبتهري دلوقتي، انا مش مصدقك. اقول لك حاضر، ادي البيج سورس اهو، هتلاقي العلامات الخاصة او السبيشال كاركترز اتعمل لها انكودنج وبقت او رجع لك الانتيتي بتاعتها، and lt اللي هي less than علامة اصغر من، وهنا gt اللي هي greater than علامة الاكبر من اهي. يعني كله تمام والحمد لله ومفيش اي مشكلة خالص، وتقدر وانت مطمن تستعمل الدبل كيرلي braces. نيجي بقى للنقطة المهمة، لو انا عندي variable معين مش عايز اعمل له escaping، يعني عايز اقول له prevent escape مش عايز escaping، اعمل ايه؟ ساعتها هتستعمل هنا single او واحدة بس curly braces واحدة، وبعدين هتحط دبل اي مقلوبه هنا ودبل اي مقلوبه هنا، وتحط الفاريبل بتاعك كده. البيج نيم ده انت بتقول له بريفنت سكيبنج مش هيعمل له سكيب، فكده لو في اي حاجه هيكون فيها، طبعا لو اي حاجه فيها مشاكل امنيه مش هيعمل لها سكيبنج. عشان تتاكد هتلاقيه طبع لك البيج نيم اهو من غير ما يستعمل الاي ميثود الخاصه بالسكيبنج. كده الاثنين موجودين معاك عشان تعرف تستخدم ايه فيهم، وكله تمام والحمد لله. اخر حاجة قبل ما نقفل الدرس هو الفول كود الراوت او الفور راوت كود، هنعمل فيه ايه لو احنا حابين نضيف array of data؟ نفس اللي انت تعلمته هنا بالظبط. انت عندك في الفيو ميثود الـ URI والفيو والarray of data، هنا نفس القصة، ادي الـ URI اهو وادي الفيو اهو، يبقى الarray of data مكانها فين؟ اهي بعديه على طول، وخلص الكلام والحمد لله. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.